في مناطق شمال غرب سوريا في عنا شوي جزء من حرية الصحافة، ربما نحن أفضل من مناطق نظام، أفضل بكثير، بس هيك اليوم ما حرية الصحافة اللي نحن فعلا بنطمح لها. اليوم أنا إذا حكيت عسير من الناس أو انتقدته أنا بجوز ما أضمن حالي ما يتم رفع دعاوي ضدي بتشهير هذا الشخص، ربما هذا الشخص فاسد، بس ولكن في عنده أزرع عم يحسن يحركها، عم يحركها ضدي حتى يحاسبني، ورغم أنه هو معروف فاسد بس ولكن المال اللي معه والسلطة اللي معه هي عم توصله لمرحلة أنه يحاسبني وهو شخص فاسد. في تطور ملحوظ، ولكن في عندنا موضوع اللي بيخوف اليوم الصحفي، بيخوف الإعلامي، هو موضوع الأمن والأمان بالمنطقة. طبعا الصحفي اليوم متعرض لكثير من الضغوط اللي هي عدم وجود حماية خاصة له بالمنطقة، إن كان استهدف أي قضية معينة، قضية ثورية أو قضية رأي عام، غير متواجدين. اليوم الصحفيين هني عم يقوموا بحماية أنفسهم بأنفسهم، بتضامنهم مع بعضهم البعض صراحة، حتى لا يوجد قانون معين بالمنطقة لحماية الصحفيين. نحن كاتحاد إعلاميين اليوم السوريين نعمل على وجود ميثاق شرف إعلامي بمنطقة لحمايتهم، نعمل على وجود تحديد هذا الميثاق ضمن القانون المتواجد بالمنطقة، ولكن للأسف ما وصلنا للطموح المرجو منه. تقديري بصراحة لحرية الصحافة في المنطقة، المناطق المحررة، هو تقدير جيد للأمانة. في عنا حرية وعنا هامشة لأنه نطرح كثير من القضايا، لأنه نتحرك ونعالج كثير قضايا، أيضا عنا إمكانية لأنه نجلس ونحسن من الواقع الموجود ونحاول قدر الإمكان تسلية الضوء على النقاط اللي فيها فساد، سواء ضمن المؤسسات أو المخالفات اللي عم تتم ضمن هي المؤسسات. لكن هناك بعض المشاكل بصراحة اللي عم نعاني منها في المجال الصحفي، هو عدم تعاون معظم المؤسسات الموجودة بالتصريحات الصحفية أو حتى بالتعاون مع الصحفيين. أحيانا أيضا نعاني من شوي الموضوع الأمني، ما عم يكون مأخوذ بشكل جدي من المؤسسات الأمنية الموجودة. هلا إذا حكينا على الصحافة في سوريا، فسوريا قبل 2011 كانت من الدول اللي ما كان فيها صحافة، وكانت الصحافة هي حكر فقط على نظام البعث. مع انطلاق الثورة السورية اللي شفناه واللي شهدناه ولمسناه وعايشناه من بداية الثورة، انه نشأت الصحافة الحرة، وهذا الشيء شفناه من خلال وجود او ايصال صوت السوريين الى شتى المحافل الدولية، وكان دور للصحفيين دور ايجابي جدا من بهذا الصدد. اهم شيء انا بشوفه نحن لحد الان ما وصلنا له، اللي هو اجراء التقارير الاستقصائيه سواء على القطاعات العسكريه او القطاعات الخدميه، فهذا الشيء الى الان ما شفناه، واذا عم نشوفه فعم نشوفه بمجال ضيق ومجال محدود. الاعلام عم يحكي كل شيء، عم يسلط الضوء على اي بقعه فاسده، بتتمنى انه نحن تتعاون الناس أو المؤسسات المسؤولة على العمل بشكل جدي على النقاط اللي السيئة، إصلاحها، توحيد رأي العام بشكل يساعد الناس، وبإذن الله متمنى يعني حرية أكثر من هيك وحماية، وما يتعاملوا مع الصحفيين كأنهم أعداء، يتعاملوا على أنهم هن ناقلين لحقيقة واقعة بمكان تاني عم يوصل لك إياها، ما هو عدوك يعني. رغم التحسن البسيط اللي صار على واقع العمل الصحفي في الشمال السوري، إلا أنه نحن بنطمح يكون التحسن أكبر من هيك، ومساحة حرية الرأي بالنسبة للصحفي وتحركه وعمله أفضل من هيك. نحن ما فينا نقول أنه في حرية صحفية مطلقة أكيد، لكن الواقع في أغلب المناطق، خلينا نقول الدول ما هو المناطق، هو أفضل من عنا، ونحن نتمنى نوصل لهذاك المستوى إن شاء الله في المستقبل القريب. إذا بدنا نقارن الوضع الحالي مع الوضع في السنوات السابقة، بصراحة نحن وصلنا لمرحلة جيدة بترتيب العمل الصحفي، خلينا نقول اليوم إذا بدنا نقارن الوضع المحلي للإعلام بالوضع العالمي، نحن بمرحلة جيدة، ما وصلنا لمرحلة 100% من العمل، ولكن العمل عم يترتب شوي شوي، فإن شاء الله نحن رح نوصل لمرحلة جيدة من حرية العمل الصحفي بالمنطقة. هلا بالنسبة للمنطقة عنا هون، بما أنه هي يعني السمة العامة تبعها أنه هي منطقة نزاعات، فأكيد نحن ما في عنا حرية صحافة بشكل مطلق، ولكن بالمقابل عم بيكون في عنا تسهيلات للإعلاميين أو الصحفيين الموجودين، سواء كانوا عم يجوا من الخارج أو حتى الإعلاميين المحليين الموجودين عم يشتغلوا لجهات خارجية أو مختلفة يعني بغض النظر.
طالما الموضوع جاي على استقرار فأكيد حيكون في عنا نحن حرية صحافة بالمستقبل بشكل أكبر. أكيد ما حتكون مطلقة, يعني نحن أكيد ما عم نحكي على شيء مطلق, ولكن مع استقرار المنطقة أكيد رح يكون في عنا جهات حتدخل حتشتغل, رح يكون في عنا أكثر من رأي موجود في الداخل, وهذا الشيء طبعا اكيد بيرجع لسياسه الاداره تبع المنطقه اللي نحن موجودين فيها. بصراحه بالسنوات الاخيره لاحظنا انه كثير تعاون وتسهيلات عم بيتم تقديمها للاعلاميين الموجودين بشمال سوريا بشكل عام. هذا الشيء كنا فاقدينه, كنا بحاجته بالسنوات السابقه اللي كان فيها تضييق, كان فيها حملات اعتقال, كان فيها اعتقال مجرد بوست على فيسبوك على موضوع معين. هذا الأمر ما بيمنع من أنه موجود في أخطاء, موجود في بعض التجاوزات, هي الموجودة بكل عمل أو بكل نشاط موجود بشمال سوريا, لكن بالغالب عم يتم تجاوز هي الأخطاء وحلها بشكل سريع جدا من خلال التواصل مع الجهات المسؤولة الموجودة هون بالمنطقة. اليوم عندنا صحفيين عم يشتغلوا مع أكبر المؤسسات الإعلامية العالمية الموجودة, فإن شاء الله يعني بالأيام القادمة أو السنوات القادمة رح يكون في مستقبل كتير مهم لهدول الناس بهاي المنطقة.